وينضم إلينا مباشرة من نورث كارولاينا مراسل الحرة ميشيل غندور. ميشيل أهلا بك معنا، نتحدث عن آخر التطورات بشأن الفرز الباقي للأصوات تحديدا في نورث كارولاينا، ومن يتقدم بايدن أم ترامب؟ يعني المسألة أصبحت معروفة في نورث كارولاينا أن المجلس الانتخابي قرر عدم إعلان النتائج التي تصله من البطاقات الانتخابية الواردة بالبريد إلا في 12 و13 من هذا الشهر، وهو الموعد 12 هو الموعد النهائي لاحتساب البطاقات التي ترد بالبريد بعد إرسالها يوم الانتخاب قبل 17 الثلاثاء. وهذا ما يحصل حاليا، ولكن هناك ضغوطات على المجلس الانتخابي من قبل الجمهوريين في مجلس النواب في نورث كارولاينا والقادة الحزبيين هنا لمعرفة ما هو عدد البطاقات التي أرسلها المجلس الانتخابي إلى المقترعين والتي عادت أو التي أرسلت عبر البريد، وذلك عبر استخدام تقنيات من البريد. يمكن أن يعرف المجلس ما هو العدد الذي أرسل من قبل الناخبين لمعرفة بالتالي العدد الذي اقترع عبر البريد، وتحديد بالتالي بشكل أولي من سيكون الرابح في هذه الانتخابات، مع العلم أن النتائج الأولية أظهرت تفوق الرئيس ترامب على نائب الرئيس بايدن بفارق حوالي 77 ألف صوت، كما أظهرت النتائج تفوق مرشح الحزب الجمهوري لمنصب عضوية مجلس الشيوخ توم تيلس على منافسه كال كانينغهام، وهذه مسألة حساسة أيضا في هذا الجو الذي تتزايد فيه المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. مع كل هذه الضغوط، هل يغير المجلس الانتخابي موقفه ويعلن النتائج قبل الخميس المقبل؟ هذا الأمر غير واضح بعد، ولكنه مستبعد حتى هذه الساعة. طب ميشيل، هل حدثت في نورث كارولاينا أي نوع من التظاهرات سواء كان لمناصري ترامب أو حتى بايدن كما حدث في ولايات أخرى؟ الجو هادئ في نورث كارولاينا، حدثت بعض التحركات في رالي عاصمة نورث كارولاينا من قبل أنصار الجمهوريين ومؤيدي الرئيس دونالد ترامب من أجل دفع المجلس الانتخابي لإعلان النتائج، خصوصا أن هذه الولاية يعني كما ذكرنا قبل قليل انتخبت الرئيس ترامب بفارق 76 أو 77 ألف صوت، ويريد الجمهوريون في هذه الولاية أن تعلن النتائج كي تحتسب الأصوات، أصوات أعضاء الكلية الانتخابية 15 لصالحه في هذه المعركة. في حال ميشيل جاءت النتائج في نورث كارولاينا لصالح الرئيس ترامب، كم من المتوقع ستخدمه للوصول أو التقرب مما حصل عليه بايدن حتى الآن في المجمع الانتخابي؟ هل هي ولاية مهمة تعتبر؟ 15 عضوا في الكلية الانتخابية مسألة مهمة، وفي ظل النزاعات القضائية القائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول النتائج في ولايات مثل جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا ونيفادا وغيرها، يعني أي تعديل في النتائج ممكن أن يغير الحسابات النهائية لكل من المرشحين، وهذا ما يعمل عليه الرئيس الأمريكي حاليا، وما تعمل عليه أيضا حملة نائب الرئيس بايدن، لأن الأصوات كل صوت له قيمة في هذه المعركة الانتخابية التي يعني ينتظرها الجميع من قبل الحملتين تحديدا، وتحديدا هذه الولايات التي هي تقرر من سيكون الرئيس المقبل. كنت معنا مباشرة من نورث كارولاينا مراسل الحرة ميشيل غندور، شكرا جزيلا لك.